بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. اليوم نتكلم عن بذور اليقطين. هذه البذور رائعة جدا في التغذية، المليئة والمفعمة بالفيتامينات والمعادن والألياف ذات الجودة العالية، والتي تسمى في الولايات المتحدة الأمريكية باسم بيبيتاس. القيمة الغذائية لبذور اليقطين أكبر مما نتصور وأكثر مما نعتقد، مليئة جدا بالدهون الصحية والألياف ذات الجودة الممتازة الراقية والبروتينات والفيتامينات والمعادن. كل 100 غرام من بذور القرح النية تعطي 575 سعرة حرارية من الطاقة، 50 غرام من الدهون الصحية عالية الجودة الملكية، و6.6 غرام من الألياف، 30 غرام من البروتين الصحي جدا موجودة في كل 100 غرام من بذور قرع العسل أو اليقطين. الدهون الموجودة في بذور اليقطين هي في الغالب دهون متعددة غير مشبعة، صحية ومفيدة جدا للإنسان. بذور اليقطين مليئة جدا بالفيتامينات، فيتامين B1، B2، B3، B5، B6، B9، فيتامين جيم، الكاروتينات، فيتامين الجمال، فيتامين هاء، فيتامين كاف الذي يوقف النزيف. تحتوي بذور اليقطين أيضا على كميات جيدة جدا من المعادن المهمة للإنسان: الكالسيوم، الحديد، الفوسفور، المنغنيزيوم، المنغنيز، البوتاسيوم، الصوديوم، كمية كبيرة من الزنك المهم جدا للشعر وللبشرة وللحقل وللأداء وللطاقة والطخطقة ولكل شيء، موجودة كلها بذور اليقطين أو بذور القرح وكافة أنواع بذور اليقطين. كافة أنواع بذور اليقطين، يا ترى ما هي الفوائد المحتملة في بذور اليقطين؟ مضادات أكسدة قوية جدا موجودة في بذور اليقطين، تساعد جدا في تقليل الالتهاب، حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة. بذور اليقطين بمحتواها العالي من الفيتامينات والمعادن توفر مؤازرة جيدة جدا لحماية الجسم من الالتهابات ومناعة معقولة جدا. رقم 2، حماية القلب. بذور اليقطين مفيد جدا للقلب. لماذا؟ إذا سألت أي طبيب أو طبيبة عن علاقة بذور اليقطين بمؤازرة القلب وأداء القلب، يقول لك بأن الكميات الكبيرة جدا من المنغنيزيوم الموجودة في بذور اليقطين والمسؤولة عن توازن ضغط الدم موجودة في بذور اليقطين. فالمنغنيزيوم، الكميات الكبيرة من المنغنيزيوم الموجودة في بذور القرع أو بذور اليقطين أو بذور قرع العسل تؤازر جدا في توازن ضغط الدم وجعله في المستوى الطبيعي. إضافة إلى ذلك، المنغنيزيوم بيلعب دور كبير في مستويات الكوليسترول الضار، بيكتسح الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية الشحوم اللي بالكبد، بيكتسحها بذور القرع بمحتواها العالي من الزنك والمنغنيزيوم. لا ننسى الألياف ذات الجودة العالية الموجودة في بذور القرع، مهمة جدا جدا في عدم تشكل الكوليسترول الضار والشحوم الثلاثية الضارة. بذور القرع المفيد جدا لجهاز الهضم، للمعدة، للقولون. المحتوى العالي من الكاروتينات ومضادات الأكسدة يجعلها مؤازر ممتاز جدا للجهاز الهضم. أيضا تساعد في مؤازرة السكري.
الكميات الفريدة من المنغنيزيوم الموجودة في بذور القرع النيئة، بذور القليقطين النيئة، تساعد في ضبط مستوى سكر الدم وتعزز المناعة بشكل ممتاز جدا. الكميات المحكولة من فيتامين ها والزنك تعزز مناعة الإنسان، تعزز الاستجابات المناعية، زائد تؤازر الجسم في منحه مناعة جيدة جدا ضد الأمراض المعدية ومضادات الأكسدة الجبارة الموجودة في بذور القرع، ممتازة جدا في منع الجذور الحرة من إتلاف الخلايا السليمة بالجسم، فهو جيد جدا للبطن وللأمعاء أيضا وللجسم. من الأشياء التي لا يعرفها الكثير من الناس عن بذور اليقطين أنها من أحد أفضل البذور على الإطلاق في استقرار النوم وضبط النوم. المحتوى العالي من الفيتامينات والمعادن والمنغنيزيوم المسؤول عن ضبط النوم يجعله صديقا وفيا لمن يعانون من الاضطرابات في النوم. لا ننسى بأن بذور اليقطين تحتوي على كمية على التربتوفان. التربتوفان هو مقدمة للسيرتونين والميلاتونين، وهما مساعدان مهمان جدا في ضبط النوم. هذه الأشياء نحن لنا كثير من الناس لا يعرفون أن بذور القرع مؤازر ممتاز لضبط النوم. لماذا؟ لأنه بيحتوي على التربتوفان اللي هو مقدمة للسيرتونين والميلاتونين، المساعدان المهمان جدا في إحداث النوم الصحيح والصحي والعميق المريح جدا. الألياف ذات الجود العالية في بذور القرع أو اليقطين تؤازر في منع تشكل الدهون بالبطن، تجعلنا نشعر بالشبع لفترة طويلة. بذور القرع أيضا مهمة جدا للعظام، المنغنيزيوم الموجود ببذور القرع من أحد الأشياء المهمة جدا في قوة العظام ونمو العظام. الناس الذين يميلون إلى تناول نظام غذائي غني جدا بالمنغنيزيوم نجد عندهم كثافة العظام عالية جدا، ولا يوجد عندهم ترقق عظام، ولذلك من بذور القرع مهم جدا للناس الذين يعانون من هشاشة العظام ومشاكل في العظام، زائد بأنه يقلل الالتهاب. العجيب في بذور القرع أن كل 100 غرام من بذور القرع تعطي 262 ميلي غرام من المنغنيزيوم، يعني كل 100 غرام من بذور القرع النيئ تعطي 65% من الحاجة اليومية من المنغنيزيوم. الحقيقة عجيبة جدا في فوائدها، ولذلك ما هي ممتازة جدا لسن اليأس. فإذا كان عمرك فوق 40 سنة يجب أن تتناول بذور القرع النيئ، لأنها توفر لك المنغنيزيوم المهم جدا للعظام. أشياء أخرى جميلة جدا في بذور القرع أنه يلعب دور مهم جدا في تخفيف تضخم البروستات والوقاية من مشاكل البروستات. أيضا يزيل أعراض تضخم البروستات البي بي اتش. ليش؟ لماذا؟ لأنه غني بالزنك. لا ننسى بأن الزنك رافع مناعة ذو جودة عالية جدا. من الجيد أن تتناول الأم الحامل بذور القرع لأنه يوفر لها الزنك الذي يمنع تشوهات الأجنة. تقلل بذور القرع الاكتئاب والتوتر والقلق، وتهدئ الذهن لأنها تلعب دور جبار جدا في ضبط النوم وفي واحتوائها على التربتوفان اللي هو مقدمة للميلاتونين والسيرتونين، السيرتونين المهم جدا المسؤول عن إحداث السعادة والفرح والابتسامة والضحك في الإنسان. لذلك نجدها بمحتواها العالي من الفيتامينات والمعادن مهمة جدا
للشعر وتساقط الشعر ولتمليس الشعر وتنعيم الشعر ولمعان الشعر. زائد المحتوى العالي من أوميجا 3 بيلعب دور جبار بالبشرة. هذه المحتويات ذات الجودة العالية في بذور القرح تلعب دور كبير، وخاصة وجود الزنك والمنغنيزيوم والمنغنيز والكالسيوم والفيتامين ها فيتامين الجمال يلعب دور جبار وكبير في تحسين الجمال، تحسين الجلد، تحسين البشرة. تناول بذور القرح النيء مهم جدا، وزائد استخدامه كماسكات على البشرة بيلعب دور رائع جدا في جمالنا وفي تأطير الوجه وإعطائه سحنة جميلة جدا وساحرة تسلب الألباب. حقيقة بذور القرح مهما تكلمنا عنها نبقى مقصرين. تناولوا بذور القرح لأنها مفعمة ومليئة بالمغذيات والفيتامينات والمعادن الكثيرة جدا وبالمنغنيزيوم. يكفي بذور القرح فخرا أنها تضبط النوم، يكفي بذور القرح فخرا أنها تضبط العظام، يكفيها فخرا أنها تزيل الكآبة والحزن والقلق والتوتر وتؤازر الشخصية السليمة، زائد تدعم الدماغ والقدرات المعرفية. قناة مستشفى العشاب عبد العزيز بن شمر، بناشدكم سيدي مولاي ربي. مشاركة الفيديو بالواتساب، الله حييكم معانا. رجاء رجاء الحار ترك تعليقات مفيدة جميلة جدا على يوتيوب. شكرا لكم. ميرسي ميرسي.